السلام عليكم. عليكم السلام استاذ عبد الناصر، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا علوه، قول لنا بقى تفاصيل ما دار في الجلسه، اتفضل. طيب النهارده 7 نوفمبر كان المدعو مرتضى منصور بيتم التحقيق معاه في ملف في قضيه السب والقصف الموجهه للنادي الاهلي. خلي بالك بعد اذنك يا علي، ليه نقول المدعو يعني؟ يعني لا الاستاذ مرتضى منصور لا اسمه، المدعو احنا مش في حرب مع حد. تمام يا فندم، تمام. الراجل ليه جماهيره ولابد ان نحترم الكل، اتفضل. تمام يا فندم، تمام. فبس فكان بيتم التحقيق معاه في القضيه اللي رفعها عليه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، اللي فحواها يعني انه في سب وقصف وتعرض ليه مجلس اداره النادي الاهلي من قبل مرتضى منصور. تمام. كانت عشان بس كل المشاهدين يبقوا معانا برضو، كانت القضيه بيتكلم فيها انه في سب وقصف على صفحته على من خلال السوشيال ميديا، وكمان اللي فيما يتعلق بانه عضو ان هو عضو في مجلس اداره في الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، عضو عامل. اتفضل. كل اللي حصل ان مرتضى منصور النهارده ادلى باقواله، قال في محضر التحقيق يعني ان هو عضو عامل. يا علي احنا في القضيه بتاعت المحكمه الاقتصاديه مش تحقيق، هو ترافع في القضيه قال ايه؟ قال ان هو عضو. ازاي يهين النادي الاهلي وهو عضو عامل من سنه 2007 والكارنيه بتاعه موجود؟ وازاي ان هو الصفحه الشخصيه دي تم سرقتها في الوقت ده. تمام. وقال كمان ان هو ما تعرضش بالسب ولا الاهانه ولا القصف لمجلس اداره النادي الاهلي. تمام. ده كل اللي قاله دي ملخص اقواله يعني. تمام. ارجع اقول لك يا عم مرافعته ما تمسكش علينا حد غلطه، في هو الراجل ترافع وقال الكلام ده، اقواله يعني تحقيق، لكن المحكمه ما بتنظر القضيه. هذا ما تمام. هذا ما صحيح. هو نفى كل حاجه يا استاذ عبد الناصر، نفى كل حاجه يعني اي نفى كل اللي موجود في البلاغ اللي قدمه مجلس اداره النادي الاهلي. تمام. النهارده المحكمه خدت قرار، ما حصلتش في الموضوع، خدت قرار بتاجيل القضيه لمده شهر، يعني هيتم الحكم فيها في الشهر اللي جاي ان شاء الله. لا النهارده الاثنين 8، لا مش الشهر اللي جاي، اخر الشهر ده بالتحديد 21 نوفمبر الجاري. قال التاريخ 21 نوفمبر الحل. صحيح انا اسف، معلش انا الدنيا لخبطت عندي بس في الشهور، معلش. لا ولا يهمك، 21 نوفمبر. لا كده صحيح. وفي مفاجأة لحضرتك، انا بس كنت عايز اسالك سؤال. لحظة بس عشان نكمل، بس لحظة. اتفضل. عشان بس عندنا تفاصيل الموضوع يا جماعة. اتفضل. عشان تتخيلوا معايا المشهد. أول الجلسة القاضي طلب من الأستاذ مرتضى منصور إذا كان عنده مرافعة في الموضوع، فمرتضى منصور قال فيما هو منسوب إليه في المؤتمر الصحفي الخاص بخالد بوطيب وبعض ما كتبه على صفحته، قال إني أنا موضوع السعادة ده موضوع حقيقي وواقعي، وأنا ما شتمتش، ومن رابع المستحيلات أشتم مجلس إدارة النادي الأهلي، وأنا عضو عامل في النادي الأهلي. لما قال عضو عامل رد الأستاذ محمد عثمان محامي الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة، قال أنت مش عامل في عضو النادي، عضو عامل في الأهلي، أنت من يوم ما حرقت الكرنية وأنت لست عضوا في النادي الأهلي. سنة 2007 بالتحديد. بالظبط، الله ينور عليك. بعد كده القاضي طلبتك إيه يا أستاذ مرتضى؟ قال له طلباتي الآتي، أنا عايز حضرتك تديني مهلة علشان خاطر أقدم لحضرتك تقرير من وزارة الشباب والرياضة وبعض التقارير من عدة جهات أضمها في القضية تثبت إن في ساعات وفي هدايا، وإن وزارة الشباب والرياضة بعتت لجنة والنيابة بعتت لجنة ثبتت إن في ساعات وصلت وهدايا وبعض الفيديوهات. كان في اعتراض من الاستاذ محمد عثمان المحامي لانه كان عايز يحجزها للحكم. في النهايه قرر القاضي الجليل الاستجابه لطلب الاستاذ مرتضى منصور، وقرر تاجيل الجلسه القضيه لجلسه 21 نوفمبر حتى يحصل مرتضى منصور على الاوراق والمستندات، واداله تصريح من المحكمه، ده مهم جدا،
اداله تصريح من المحكمه بالموافقه على ضم كل ما يخص القضيه دي، ولا طلبه في طلباته الى القضيه؟ ايه التصريح؟ يعني التحقيقات بتاعت وزاره الشباب والرياضه في الموضوع، تحقيقات نيابه الاموال العامه، اللجنة الجرد اللي جت جردت، كل ما يخص موضوع الهدايا والساعات. صحيح. وتم تأجيل القضية ل 21 نوفمبر الجاري. كان في اشتباكات قانونية ما بين الأستاذ محمد عثمان محامي الخطيب ومجلس الإدارة وما بين مرتضى منصور. مرتضى منصور كان رايح مع فريق محامين، ومحمد عثمان كان رايح مع فريق محامين اغلبهم متطوعين في القضيه، ومرتضى منصور كان معاه محامين من مكتبه واخرين متطوعين. هذا هو الامر، لان ما ينفعش نقول اي كلمه زياده لان دي محكمه وقضاء. فده الموضوع صحيح يا فندم اللي حضرتك ذكرته صحيح. ده الموضوع بالتفصيل. اتفضل يا علي. طيب انا في عندي مفاجاه لحضرتك، انا كنت بس عايز اسالك سؤال، هو الاستاذ مرتضى منصور رافع عليه كام قضيه؟ لا والله نسيتهم من كتر العدد. يعني وانت احنا كنا متذكرين ان هم 1200 وحاجه كده. ممكن اقل اكتر، الله اعلم، نسينا. طب يلا عشان نفرح كده مع بعض، مرتضى منصور النهارده تنازل على احدى القضايا الكبرى اللي كان رافعها ضد حضرتك. يعني انا يعني انا ليا الحلاوه الاول، بس انا ليا الحلاوه بتاعتي. انت عرفت منين المعلومه دي؟ طب اقول لحضرتك ان النهارده كان المفروض انه هيتم النطق في الحكم في القضيه اللي رفعها عليكم الاستاذ مرتضى منصور بالسب والقذف. احد القضايا فعلا، احد القضايا في المحكمه الاقتصاديه. فعلا كان عندي قضيه النهارده بس ما عرفتش اعملها. سواء بالاثبات تهم حضرتك او بالنفي، وبالتالي حفظ القضيه يعني. يعني النهارده لانك هتاكد ادانتي او هتبرأني. صحيح. النهارده الاستاذ مرتضى منصور تنازل عن القضيه. انا خلي بالك، انا دايما الاستاذ كمال شعيب بيكلمني تاني يوم، ما كلمنيش في اي حاجه ولا اي حاجه. ولكن انا قلت اكلمك الاول عشان اخد الحلاوه منك. لا يا عم، ما اقدرش ارد عليك غير لما اشوف الاستاذ كمال. انا ما اعرفش المعلومه دي جات لك منين، ممكن تكون صحيحه ممكن تكون غير صحيحه، ولا اقدر اعلق الا لما المحامي بتاعي يؤكد لي هذا الكلام. وبعد كده دي قضيه بحر. يعني اذا كان بعد ذلك يعني مرتضى منصور فانت بين نارين، يعني هتشكر ولا تقول ايه؟ يعني ما هو دي القضيه دي رافعها عشان انا اضر واتاذي. وفي نفس الوقت الكلام اللي بيقوله علي بالنسبة لي مفاجأة وصدمة. يعني أنا ما صدقش إن مرتضى منصور يتنازل عن قضية بالنسبة لي. ولكن أنا هشوف الأستاذ كمال شعيب وأسأله، لو أكد خبرك أعلق عليها، لو ما أكدش الخبر برضي أقول. لكن طبعا. أنا والله العظيم الأستاذ كمال ما يعرف حاجة ولا قال لي حاجة. تمام. ودي جامد عشان جامد لسه ما خدش. زي الفل. يعني يبقى قضية بجملة مليون قضية. هنقص منهم قضية. يا عمي لما نشوف الأستاذ كمال بكرة هيقول لنا إيه، بس يأكد. تمام. لو أكد كلامك هقول لك برافو على الانفراد. هو أنت ليك محامي قريبك قال لك ولا عرفت منين؟ هو أنا دي مصادر الخاصة، بس اعتبرني كنت موجود كده يا أستاذ عبد الناصر. ماشي، يعني أنا أسأل الأستاذ كمال وأرد عليكم يا جماعة بكرة. لو الكلام اللي بيقول عليه ده مظبوط او مظبوط، لو مش مظبوط او مش مظبوط. تمام، ما عنديش مشكله. طيب عندك ايه تاني؟ هندخل بقى في اخبار نادي الزمالك. الاول عملت ايه في موضوع الناشئين؟ طيب هقول لحضرتك، انا زي ما اتفقنا امبارح قدام المشاهدين ان احنا هنعرض الامر على لجنه نادي الزمالك اللي موجوده حاليا. تمام. تفضل مشكورا بالرد عليا الدكتور حسين السمري، وقال لي احنا يا علي فعلا ما نعرفش اي حاجه عن الموضوع، لان الحاجات دي بتتم ما بين اولياء الامور وبعض الفسده من المدربين. تمام. اللي هم اصلا متواجدين من فتره، واحنا مش كل اللي موجود في نادي الزمالك ليه خصوصيات تعديله في الوقت الحالي، لانه في حاجات اكبر بكتير زي الديون وزي الفريق الاول زي الالعاب الاخرى، ففي حاجات كتير فعلا، واللجنه يعني تقريبا ما بتنامش عشان تخلص كل الملفات اللي على نادي الزمالك. فانا عرضت عليه، انا بعت لحضرتك تسجيل صوتي كده لاحد اولياء الامور.
تمام؟ وكمان بكره هوالي حضرتك ببعض اولياء الامور التانيين اللي بيتضرروا من الموضوع. فالكابتن حسين السمري قال لي على فكره احنا زعلانين جدا ومستائين جدا من الموضوع، بس دوت ما بي يعني اولياء الامور نفسهم بيرفضوا يكملوا معانا التحقيقات في الحاجات اللي زي دي، لانهم بيخافوا على مصلحه اولادهم. وده فعلا يعني رد واقعي جدا، يعني وحاجات بتحصل فعلا ان ولي الامر بيرفض انه يروح يا قاضي مثلا او يحقق يطلب التحقيق مع مدرس فلاني خايف على مصلحه ابنه في المرحله العمريه الفلانيه. يعني ده كان رد يعني يعني اولياء الامور حتى لو قالوا بيطلب مننا فلوس او قالوا على حاجات لما بيجوا يوصلوا لمرحله متقدمه بيحصل تفاهمات خوفا على اولادهم بيتنازلوا. وده كان رد الدكتور حسين السمري على فكره. حتى الناس اللي اتكلمت معايا، كل الناس اللي اتكلمت معايا والتسجيلات الصوتيه موجوده معايا، كلهم رفضوا ان هم اسمائهم تنزل او اسماء اولادهم تنزل او اسماء المرحله العمريه نفسها او تحليل المرحله العمريه. يعني في توافق من ناحيتين، من ناحيه اولياء الامور ومن ناحيه لجنه نادي الزمالك. فانا طلبت من الاستاذ الدكتور حسين السمر، قلت له فندم طب ايه الاجراء اللي ممكن ناخده ان احنا نوقف الكارثه دي قبل ما تحصل نفسها؟ قال لي احنا دلوقتي يعني احنا بنفكر جديا ان احنا نعمل لجنه خارج اطار المدربين، في كيفيه اختيار الناشئين او كيفيه ضم الناشئين او كيفيه اختيار المدربين نفسهم، لان المدربين دول متواجدين من اكثر من 3 سنين في النادي. طيب هو يا جماعة أنا بطلب من حضرتك إنك تذيع برضو، وأحد أنا بعت لحضرتك أحد أولياء الأمور، يعني بعت واحد منهم بيتكلم. أنا لسه أقول يا جماعة، علي كان بعت لي بعض أولياء الأمور بيتكلم عن تجاوزات وبيقول له بس يعني مش قادر أقول لك تفاصيل برضه، يعني كان الناس تبقى عارفة إن إحنا بنرصد كل اللي هم عايزينه. نسمع أحد أولياء الأمور أعضاء نادي الزمالك بيقول لعلي إيه. والله يا فندم انا مش عارف ابتدي لك الموضوع منين، ان نادي كبير زي دوت يعني بيحصل فيه المهازل دي كلها. يعني انا واحد من الناس مش بقدر مستوعب، بس فعلا الموضوع بقى يعني وصل الضرر لينا احنا كمان، يعني الضرر اللي هو فيه معاناه كبيره قوي للناشئين في التدريب يعني جوه نادي الزمالك. الموضوع بقى بالمحسوبيه وبالفلوس والعلاقات، يعني ما بقاش بالمهارة. أنا أحد المتضررين وابني جوه يعني أحد الناشئين، مش هقول طبعا اسمه ولا هو عمري عشان خدمي. يعني أنا مش هقدر أقول لك، عشان لو حبيت تسألني فأنا معلش اعفيني من حاجة زي ديت، بس الموضوع ما بقاش بالمهارة خالص. لا دلوقتي أنت أبوك هيدفع لنا كام؟ هيقدر هيفيدنا بإيه؟ هيفيد المدربين بإيه؟ تمام، هيفيد التدريب بتاع النادي اللي هو الناشئين بايه؟ بس اللي هو كمهارة وحاجة من ديت والكلام ده كله ما بقتش موجودة خالص. فأنا بتمنى من حضرتك إنك يعني تقدر توصل لنا الموضوع دوت، عشان إحنا بصراحة تعبانين أنا ومجموعة تانيين أو من الأعضاء في النادي. بس زي ما قلت لك مش هقدر اقول لك اي شيء من الاشياء دي كلها خالص، تمام. ويعني في يعني في اللجنه في تعمد كبير قوي بالكلام دوت، اللي هو الموضوع بالفلوس، اللي هو الموضوع بالفلوس ونكمل بس. عايز بس اوضح حاجه يا فندم، هو هنا بيتكلم على لجنه اختيار اللعيبه مش لجنه لجنه نادي الزمالك، عشان بس يبقى الامور واضحه. اختيار اللاعبين في قطاع الناشئين. والنادي فبس. فانا لا انا برضو عرضت، انا بشكر من خلالك والله لجنه نادي الزمالك، وقال انه فعلا في اجراء بيتم، بس كل في حاجات كتير جدا اهم في الوقت الحالي شايفينها، ان هم ملفات كتير جدا زي الديون زي يعني حاجات كتير جدا جوه نادي الزمالك مخليها الموضوع يعني في بطء شويه في التعامل معاه. لكن هم فعلا الموضوع جات لهم منه اكتر من شكوى، بس الشكوى ما كملتش لانه الاهالي بيخافوا على اولادهم، بيخافوا على انه ابنهم يستبعد من قطاع الناشئين. يعني اعتقد ان الكلام خطير ولازم يكون في تحقيقات فيه، وانا عارف ان في حاجات كتيره غلط في قطاع الناشئين وحاجات صعبه للغايه يعني. طيب نخش على الاخبار يا علي. طيب البدايه هنجيبها من كارتيرون. انا زي ما انا قلت لحضرتك امبارح انه فعلا في بوادر ازمه هتحصل بين لجنه نادي الزمالك وبين كارتيرون. الازمه يعني في احواها انه كارتيرون رافض لحد الان انه يضيف اي عنصر من العناصر المدربين المصريين في الجهاز الفني، لكن لجنه الكابتن حسين لبيب مصره على انه يتم تغيير مدرب حراس المرمى اللي هو اوليفيرا، لان احنا كلنا شايفين مستوى المتدني لحراس المرمى سواء محمد ابو جبل وابتعاد محمد عواد. يعني
فده اول قرار. ثاني قرار هيتم اضافه مدرب عام للجهاز الفني لنادي الزمالك، والاختيار بين 3 اسماء، احد الاميرين امير عبد العزيز او امير عزم مجاهد، والثالث هو الكابتن عبد الحميد بسيوني، والثالث ده فيه وقفه معاه شويه. اتفضل. يعني الكلام اتقال، الترشيحات راحت للثلاثه دول. فانا كلمت ناس مقربه من الكابتن عبد الحميد بسيوني، يا كابتن، اتقال لي يعني ان هو الكابتن عبد الحميد رافض دور الرجل التاني مره تانية في الزمالك، لكن في ابعاد تانية من اختيار الكابتن عبد الحميد بسيوني. اولها انه الكابتن عبد الحميد بسيوني ممكن يكون بديل في حاله رحيل كارتيرون. يعني لو حصل في الامر امر اخر غير مثلا لو ما عادش كارتيرون لنادي الزمالك، هيتم اسناد المهمه للكابتن عبد الحميد بسيوني. يعني كده يعني كان من ضمن الترشيحات. يعني عبد الحميد بسيوني رفض للرجل الثاني، ولكن الكلام معاه انه لو مشى كارتيرون انت هتتولى، ممكن يخليه يوافق. حلوه المعلومه. علشان كده اتحط في الترشيحات، واتحط في الترشيحات بقوه. وكارتيرون على فكره اكتر واحد هيرفض انه يجي الجهاز الفني هو عبد الحميد بسيوني، لانه هو بالنسبه له بيحسسه بالعجز. عبد الحميد بسيوني لسه كسبان الاهلي في السوبر، وانا خسرت من الاهلي 5-3، فاكتر واحد مرفوض بالنسبه لكارتيرون هو عبد الحميد بسيوني. واعتقد ان وكيل كارتيرون حازم هيفهمه النقطه دي والكلام ده كله. صحيح. لان كارتيرون يا جماعه يعني ماشي ماشي، وافتكروا كلامي من 3 اشهر، ماشي ماشي، المماطله دي ما هي الا وقت. عشان كده حتى الحملات اللي بيعملوها على موسيماني واغلبها بيشارك فيها ناس من الزمالك، دايما خليك في حالك، لانك انت عندك كارثه. كله ده ايام معدوده لكارديرون مهما طول. وانا عارف بقول لك ايه، واتحدى لو كمل الموسم مع الزمالك، مش لو كمل الموسم يا عم، لو وصل للدور الاول، لو خلص الدور الاول مع الزمالك اعرب عليا. والموضوع ملوش علاقه بعوده مرتضى منصور، لان انا يعني قربت اجزم لك يا استاذ عبد الناصر بنسبه 90% ان مرتضى منصور مش هيرجع نادي الزمالك تاني. تمام. فالموضوع ملوش علاقه بمرتضى منصور. على فكره الفرنسي باتريس كارتيرون خد صلاحيات ما خدهاش مدير فني في تاريخ نادي الزمالك. هو الحاكم بامره فعليا. انا مش عايز مدرب مصري، رفض مشوا الكابتن اسامه نبيه وما جابلوش مدرب مصري. انا هختار مدرب حراس المرمى الفلاني، فهو بيختار، وهو بيختار كل حاجه، وهو اللي بيطلع اللعيبه الاعارات. يعني هو اللعيبه كل كم الاعارات اللي طلعت دي كلها كانت بموافقه كتابيه من كارتيرون. ولعلنا فاكرين فضيحه النقاز، يعني بعد ما ذم النقاز وقال لك ما ينفعش فجاه راح وافق، وبعد ما وافق اكتشفنا ان وكيله اصبح وكيل النقاز، ورجع ذم النقاز تاني، وفجاه قال ماليش وكيل في مصر اسمه حازم فتوح، وفجاه راح مصور مع حازم فتوح، ورجعت العلاقه زي الفل. هو زي ما يقول للاخوه في التعليقات، الديك اتكشف وعايز يخلع، لان ورقه كله خلص. وبعد اقول لحضرتك ان حضرتك نكشت حته كده الناس كلها ما اتكلمتش عنها، اللي هي فعلا وكيله حازم فتوح. الفكره نفسها كان في الاستفاده الماديه لحازم فتوح، ومن ثم كارتيرون. انا هنا مش بجزم، بس انا بقول لحضرتك انه ده جانب تاني ما حدش تناوله. الفكره كل الناس قالت انه حمدي النجاز راجع عشان ما يتمش توقيع العقوبه على نادي الزمالك، لكن حمدي النجاز رجع بالاساس بتوصيه من حازم فتوح لكارتيرون. ولولا ده ما كانش رجع. في الاول فعلا. لان انيس بن ميم الوكيل الاصلي ذكي، وهو وكيله في كيف مصر ليه ما فيش مدخل لكارديرون غير حازم، فقال له انت وكيله في مصر. يعني ايه واحد يعني مش محتاجه دون ان اشكك في حازم، ولا اهين احد، ولا اشكك في ذمم احد، ولكن تمريرات وتسهيلات وصلت ان كارديرون يعني مش هيعمر في الزمالك. واحفظوا كلامي. طيب اقول لحضرتك انه فعلا في الاول كان كارتيرون رفض عوده حمد النقاد، يعني الدليل على كلامي انه كان رافض عودته. بعدها بايام وافق على عودته وقال انه هيبقى مهم. حتى كل الناس استغربت ازاي هتجيب 2 توانسه او 2 اجانب في مركز الظهير الايمن. تمام. فكارتيرون انا بقول لحضرتك ده اول خبر عندنا في الاخبار الخاصه بالفريق الاول، انه كارتيرون في ازمه هتحصل بخصوص انه هيتم اضافه بعض العناصر للجهاز الفني نادي الزمالك. هندخل على موضوع اشرف بن شرقي. اتفضل. انا كنت نوهت مع حضرتك هنا الاسبوع اللي فات ان اشرف بن شرقي هيتم التجديد ليه عقد القمه مباشره. طبعا.
وعلى حسب الاتفاق اللي كان بين لجنه نادي الزمالك وكان اشرف بن شرقي ووكيله وشقيقه اللي موجودين في مصر قبل السفر يعني، كان هيتم فعلا وخلصوا كل بنود العقد، وكان الموضوع واقف على التوقيع وعلى الاعلام. النهارده اشرف بن شرقي صدم لجنه نادي الزمالك برفضه التام توقيع العقد، وقال انه هو هيسافر وهيتم مناقشه الامر عقب عودته من معسكر المنتخب المغربي. تمام. فهنا لجنه الكابتن حسين لبيب رد حازم، قالت انه هيكون في جلسه واحده بس عقب عوده اشرف بن شرقي من المغرب. الجلسه دي هتجدد بالشروط اللي احنا اتفقنا عليها، يلا بينا نمضي العقود، يلا بينا نعلن رسميا قدام الناس. مش هتجدد، هيتم عرضك للبيع في يناير المقبل عشان ما يتكررش خطا فرجاني ساسي مع نادي الزمالك وما يستفيدش منه ماديا عقب رحيله يعني. ده كل التفاصيل الخاصه باشرف بن شرقي. يعني كده اشرف بن شرقي فعلا هو اللي رفض يقعد فعلا. يعني اشرف مسافر اصلا زي ما قلت لحضرتك ان هو سافر النهارده الصبح المغرب يعني. خليني بس اقول حاجه، وهنا عايز اثني على حسين لبيب في حاجه، انه لو فعلا الكلام اللي قاله علي انه لما تيجي لاي ولا لا يبقى لازم اقول لهم شكرا، لكن لو عملوا نفس اللي عمله المستشار عماد عبد العزيز ولجنته مع ساسي الخاسر الزمالك ومش هرحمهم. ليه؟ صحيح. انا نصحت في شهر 11 لما انفردت بمشايان ساسي وقلت الحقوا بيعه في يناير واستفيد، محدش سمع الكلام وشربوه. النهارده نفس الوضع بيعمله اشرف بن شرقي، لا اما تلحق لا هتشربه، لان كده واضح اني اشرف بن شرقي مخلص. بس عشان نجيب من الاخر مظبوط يا فندم، والنهارده الراجل نزل صوره على انستجرام اهو، يعني منزل صورة على انستجرام اهو برضه اهي من صفحة اشرف بن شرقي، معرفش هل دي خطيبته ولا احد المعجبات، لكن في النهاية يعني له الحرية في ذلك. دي صورة، ومن اول ما انتشرت الصورة دي حالة غضب كبير من الزملكاوية، لان خلينا نبقى واضح معاك، هو كمان بيلعب بزمتين، مش هو اشرف بن شرقي اللي الناس عارفاه. صحيح صحيح، يعني مش هو اشرف بن شرقي، وجمهور الزمالك خاطب منه جدا جدا، ويسير على سوق على خطى ساسي. ونصيحه لله، بيعوف انا فيد انتوا ما لاقينش اللضا، وانا اقول لك في كلمه ما لاقينش اللضا ده انفراد، بس لما تخلص باقي الاخبار. طيب هنروح لمصطفى فتحي، انه مصطفى فتحي عشان عايزين برضو يقعدوا معاه للتجديد. مصطفى فتحي طلب او اشترط انه يتحط في الفئه الاولى ويقبض 10 مليون جنيه في السنه. حد من استاذه امينه ولا امنيه بتسالك بتقول لك طيب يا استاذ علي لو رفض يتباع في يناير وصمم يقعد لاخر الموسم الوضع؟ والله سؤال وجيه يا هنا في حاجتين ممكن يحصلوا معاه، انه يكمل الموسم عادي ويرحل زي فرجان ساسي، او يتم تجميده كعقاب من الاداره. يعمل ايه؟ يتم تجميده من ثم يتم استبعاده من المنتخب. على فكره اشرف بن شرقي محتاج انه يلعب علشان يشارك مع منتخب بلده في كاس العالم. ماشي، طب ايه اللي استفاده الزمالك؟ امنيه بتسال سؤال محدد. ما هو هنا برضو انت عندك ورقه ضغط وانا عندي ورقه ضغط. انت هتجدد معانا؟ لا مش هجدد، خلاص هبيعك. تمام، انا همشي اخر الموسم. فهنا الزمالك هيضغط بارت انه يجمده عنده في النادي، وبالتالي مش هيروح منتخب المغرب ومش هيلعب في كاس العالم 2022 اللي هيقام في قطر. فهنا الزمالك عنده ورقه ضغط يضغط بيها، بس في حاله الرد الحاسم اللي هيطلع من اشرف بن شرقي هيكون ايه؟ والله العظيم يا اخي ما يقدروا يجمدوه، بس عشان ما تعتمدش على المعلومه دي. هو الضغط يا فندم هيبقى جماهيري اكتر، لان انا عايز برضه اكلمك في جماهير الزمالك ماليه في ايه دلوقتي. هي بص، جمهور الزمالك هيعمل زي ايه؟ هيمشي عكس ساسي عشان اتكوى من ساسي وما سمعش كلامنا. يعني الدلع اللي دلعه ساسي هيتقلب غضب ونار على بن شرقي. انا بتكلم ازاي يستفيد الزمالك. الزمالك هنا مش في ايده حاجه فعلا غير انه يضغط بالورقه دي. ما هو استبعاد اشرف بن شرقي من قائمه المنتخب في كاس العالم عشان هو ليه اكتر من شهر ما بيلعبش، ده ورقه ضغط على اشرف بن شرقي. وفعلا الزمالك يقدر يعملها، ده في حاله واحده بس، انه رزاق سيسي رجع لمستواه. لكن لو رزاق سيسي ما رجعش لمستواه، او ما تمش التجديد معاه، او ما كانش بالمستوى المطلوب، فاشرف بن شرقي هيكون هو ليه الكلمه الاعلى او الكلمه العليا في نادي الزمالك. طيب واحد بس هنا يعني بيتكلم بشكل غير مهذب
وبيقول يا اخي بطل حك، هو عايز يروح الاهلي. اولا انت ما بتفهمش حاجه، يعني انت كلمه حك دي تدل على انك انت راجل مش مهذب، وانا عملت لك حظر. نمره اتنين، الخطيب واخد قرار ما فيش تعاقد مع حد من الزمالك حتى لو فري، وانا مسؤول عن هذا الكلام. بدل ما بتفهمش ما تتكلمش، مش عارف ايه القرف ده يعني. طب اتكلم بادب، قول عندي معلومه، لكن كلامكم حك، ده انت بني ادم سئيل. عايز اقول لحضرتك ان ورقه الضغط او ورقه الكلمه كلام النهارده الكابتن حسين لبيب كان فعلا مهم جدا، وكلمه الحسم اه معانا مش معانا دي هي فعلا نقطه فيصليه، هيتم عرضه للبيع او هيتم تجنيده. يعني الحسم يا بيع، قلنا ساسي في الدحيل من 700 سنه، وهنا 5 اشهر بنقول بن شرقي رايح الامارات. ماليش علاقه نادي ايه، رايح الامارات. على اللجنه ان تبحث عن اسلوب استفاده ماديه، النادي في عرض ربع تعريفه. وانا يا فندم برضو عشان برضو ما تجناش، اللجنه مش في ايدها حاجه تعملها دلوقتي. لو هو رفض ان هو يروح للنادي الموضوع العقد بيبقى ثلاثي، مش من طرفين. النادي ما يقدرش يوديه مكان هو مش عايز يروحه، فاهمني حضرتك؟ فعلشان كده بقول لحضرتك الورقه الوحيده اللي ممكن يمسكها نادي الزمالك عليه في حاله رفضه التجديد ورفضه الرحيل للنادي، رفضه الرحيل عموما في يناير، انه هيتم تجميده. ماشي، ما انا فاهم كلامك ده، بس في النهايه فاكر انت وانا استفدت ايه اللي بعده. طيب هندخل على مصطفى فتحي، زي ما قلت لحضرتك انه طالب 10 مليون جنيه ويدخل الفئه الاولى في حاله تجديده. 10 مليون للتجديد. طبعا من حقه كشرط للتجديد. هنتكلم برضو على محمد ابو جبل، هيتم التجديد. لحظه، طيب 10 مليون، هل مصطفى فتحي يستاهل ال 10 مليون؟ تسالني انا يا فندم؟ اه. مفيش لاعب في مصر يستاهل 10 مليون. بس هو مزقط، خصوصا الهدف اللي جابه في الاهلي. مفيش لاعب في الزمالك يستاهل ال 10 مليون، انا اسف يا فندم، انا بتكلم هنا بحراره شويه. مفيش لاعب في الزمالك فعلا محلي يستاهل 10 مليون. هذا رايك. خش على لا، ما انا ده رايي ببراهين وادله. انت جبت بطولات ايه عشان اديك 10 مليون جنيه في السنه؟ حلو الكلام ده، مش المفروض نخصها بالبطولات؟ اه صح. طيب انا انت جبت ايه كبطولات عشان اديك 10 مليون جنيه في السنه؟ انت جبت لي افريقيا؟ حتى انت مصطفى فتحي ما كنتش موجود لما حسموا الدوري، كنت انت موجود عشان تاخد 10 مليون؟ صفر بطولات. طبعا صفر بقولات. طيب طبعا خش على اللي بعده. طيب هندخل على انه عبد الله جمعه برضه، محمد ابو جبل، محمد ابو جبل انهى الاتفاق خلاص وهيتم التجديد معاه، كان المفروض يتم التجديد معاه في اليومين اللي فاتوا دول، بس اجواء القمه كده خلت الناس تتقاعس شويه واجلوا الموضوع لما بعد عودته من معسكر المنتخب. يعني هيتم التجديد لمحمد ابو جبل عقب العوده مباشره من معسكر منتخب مصر، مباراتي انجولا والجابون. والله وخلي بالك برضه لازم تقول لنا، هل ما زال جمهور الزمالك يصب جم غضبه على ابو جبل ولا الدنيا هديت؟ لا لا خالص، جمهور الزمالك مالي في حته تانيه خالص. يا ما هو الاول شتموه بهدلوه ومنزلوا له صور بيقفش فراخ. حاليا جمهور الزمالك مالي في مكان تاني خالص. انا هقوله لحضرتك دلوقتي ان هو بيصب، عايز الانتخابات يتم عقدها حالا، يعني في الوقت اللي احنا فيه، عايز يتم تحديد موعد. وعلى فكره اللي بيقود الحمله دي وبيقود جماهير الزمالك وصفحات السوشيال ميديا لعيبه كانت سابقه في نادي الزمالك، ونجوم منتميه لنادي الزمالك. ما انا عارف. لا والكابتن حسين لبيب بيقول لك ايه، انفراد، هنعمل الانتخابات قبل السنه ما تخلص. طب ما يا كابتن حسين ده مش انفراد، ما هو لازم تعمل انتخابات، امال الرئيس كان بيغير القانون ليه؟ طب هقول لحضرتك بقى اللي عندي. طيب عشان في معلومه جديده عندي في الموضوع دوت، هيتم الاعلان في 23 نوفمبر عن عقد جمعيه عموميه لنادي الزمالك، الانتخابات هتكون في يناير. صح، ما هي ده كلامك مظبوط. هما دلوقتي القصه مرتضى يرجع ولا ما يرجعش؟ يرجع بمجلس ولا المجلس يرجع من غير مرتضى؟ هنحلها ازاي؟ طب لو ما رجعناش مرتضى خالص واستنينا ما بعد 23، ايه اللي هيحصل؟ طيب الحكم اللي خده موقفه ايه من الاعراب؟ طيب نجيبه دلوقتي، طبعا اتخطى الاستشكال بتاع ممدوح عباس وهاني شكري ازاي؟ طب لو عملنا دي هنعملها ازاي؟ ولو عملنا دي هنعملها ازاي؟
ولو ركبنا دي فوق دي هتروح فين؟ ولو نزلنا دي تحت وجبناها فوق هنعمل ايه؟ دنيا بزرامير، محدش فاهم حاجة في الملف ده الا الحمد لله. طيب انا عايز اقول لحضرتك انه لا مجلس لا مرتضى منصور، لا الاستاذ مرتضى منصور العفو، ولا مجلس مرتضى منصور هم اللي هيعلنوا عن موعد انتخابات نادي الزمالك، ولا بس هيرجع بالاساس. ماشي، ما تملاش ايدك قوي عشان البلد ما تطمنش. طيب ماشي، انا اتحدى دي، انا اتحدى فيها ناس. يا حبيبي خلي بالك، المعلومات اللي عندك انا اؤكدها، ولكن السيناريو الاقرب ان عايرها على حسين لبيب كان هينزل الانتخابات، واللي معاه ويدير حسين السمري والمدير المالي والمدير الرياضي. الدكتور حسين السمري هو اللي هيدير نادي الزمالك بالزبط. وهيرحل اللجنه، واللي هيعلن موعد الانتخابات هو الدكتور حسين السمري. يا حبيبي الله ينور عليك، انا عارف ده هل السيناريو ده هيتنفذ؟ ما انا ما عنديش مشكله في الكلام اللي انت بتقوله، لكن هل السيناريو ده هيتنفذ؟ الله اعلم. طب هل السيناريو بتاع مرتضى بدون مجلس، مرتضى قصدي بالمجلس يجي ينفذ الحكم؟ الله اعلم. المجلس من غير مرتضى؟ الله اعلم. اتحداك لو حتى حسب لك حاجه. هو مفيش حسم لحد دلوقتي، بس انا بقول لحضرتك الروايه الاقرب، احنا دلوقتي في مجموعه روايات، انا يعني احنا بنشوف الاقرب نتيجه استنتاج وتحليل الموقف اللي قدام. يعني ابقى اقول لك على سر. اتفضل. وانفراد. اتفضل. الكابتن حسين لبيب لما احتار ولقي نفسه مش عارف اي حاجه ولا فاهم اي حاجه، والناس سألته أعضاء اللجنة بعضهم، يا عم حسين ضمننا رايحين فين؟ قال لهم طب أقول لكم على حاجة، أنا أكلم الوزير وتعالوا معايا. كلم الوزير وحددوا معاد وراحوا. الكلام ده انفراد، الكلام ده انفراد، والأول مرة يتقال، عشان نشوف آخرتها إيه مع الوزير. خد معاه بعض الاعضاء وفي الطريق قال لهم يا شوف انا بقول لك حرفيا احنا طالعين للوزير، اسالوا الاسئله اللي انتوا عايزينها واعرفوا منه مرتضى راجع ولا مش راجع وموقفنا ايه. راحوا وقعدوا مع معالي الوزير وكلهم سالون السؤال ده، يا معالي الوزير مرتضى راجع، يا معالي الوزير موقفنا ايه، يا معالي الوزير نعمل ايه. ثلاث اسئله دي بقولهم لك. تمام. الوزير قال لهم والله ما اعرف حاجه. اقسم بالله قال لهم والله ما اعرف حاجه. هيعرف علي وعبد الناصر زيدان؟ احنا بنتكلم والله العظيم الوزير قال لهم ما اعرف حاجه. فعلا فعلا فعلا. طب يا معالي الوزير الموقف ايه؟ قال لهم زيكم، لو في جديد اتصل بيكم. طيب الجديد يا فندم في الموضوع هيظهر بكره او بعده. يا بيه لحظه بس. انا والالاف اللي بيتفرجوا عليا والشعب المصري عايزين نعرف مين هو اللي الوزير مستني منه التليفون. احنا رايحين في حته تانيه خالص. طب اقول لحضرتك يا عم لحظه. اتفضل. يا عم ما تستعجلش. طيب خلاص. يا عم لحظه، انت عايز تحبسنا؟ لا 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 مش كده خالص. امال عايز ايه؟ عايز اقول لحضرتك انه لجنه تقنيه العضويات هي اللي هتحصل. يا عم ماشي، يا عم خليك، انت راجل غلبان وانا راجل غلبان، والنبي خلينا في لجنه العضويات. مشيها لجنه العضويات. احنا بنحترم جماهيرنا والله يا استاذ عبد الناصر مش اكتر. يا عم مشيها لجنه العضويات. تمام. مشيها يا بيه، في تليفون هيجي. في تليفون هيجي هيقول اعملوا 1 2 3. هيجي امتى؟ الله اعلم. مين المتصل؟ الله اعلم. هيعمل ايه بعد الوزير بعد ما يتلقى التليفون؟ الله اعلم. ولا حد بما فيهم الوزير عارف، والكل منتظر التليفون. صحيح. مرتضى منصور في البيت اهو، شوف باكد لك، مرتضى منصور قاعد في البيت مستني التليفون يتعامل، ما تعملش لغايه دلوقتي.
الوزير قاعد مستني التليفون يرن، ما رنك لغاية دلوقتي. حسين لبيب مستني الوزير يكلمه يقول له هنعمل ايه بعد ما يجيله التليفون. واخد بالك؟ لكن نقدر نقول حتى اللحظة مرتضى منصور خارج المشهد، لكن لو جه تليفون بعكس كده هيدخل المشهد، ولو جه تليفون بغير كده هيتعقد المشهد. يا عم انت قدام حدوتة غريبة عجيبة رهيبة. بس احنا دلوقتي مع جماهيرنا، مع جماهيرنا تمام، مع المشاهدين تمام، انه احنا قلنا انه مرتضى مش هيرجع على سبت ولا حد ولا اتنين ولا الاسبوع ده، صح كده؟ حصل. خلينا نمشي بقى خطوه خطوه، وزي ما بقول لحضرتك انه تقرير لجنه تنقيه العضوات هيكون حاسم في الامر ده. التقرير بتاع اللجنه سيكون حاسم في الدعوه للانتخابات، ولكن ملوش علاقه بعوده مرتضى من عدمه. لا اقول لحضرتك لو في مخالفات، لو في مخالفات هيتم رفع، هيكون في قضيه تاني على مرتضى منصور تمنعه من العوده. هنا النقطه اللي انا بقول لحضرتك عليها. طب ما في 48 مخالفه في النيابه، ما منعوش. لا بس دي هيتم اثباتها بقى، ما هو في هنا في لجان شغاله من اكتر من 20 يوم. لو تم اثبات المخالفات دي، لو تم اثبات المخالفات دي هيتم يعني هيستمر ايقاف مرتضى منصور لحين الفصل في القضيه دي. يا عم والله يا عم اقسم بالله الموضوع اكبر مني ومنك. طبعا طبعا يا فندم. يا عم انا مش قايل لك لا، ما تفهمنيش غلط، انا مش انا مؤيدك، بس خلي بالك كله ده ملوش دعوه بده. اسمع كلامي، اسمع كلامي. تمام. كل معلوماتك صحيحه واحييك عليها، بس انا الناس فهمت انا بتكلم على ايه. صحيح صحيح يا فندم، انا معاك والله. شفت يا بيا المثل اللي كانت امي بتقوله لي زمان، ولا امك كانت لما بتلعبك تقول لك ايه؟ والبيضة عند الفرخة، والفرخة جوه اللي مش عارف ايه، والديك مش عارف. راح فاكر انت ليه فاكرها؟ فاكرها فاكرها، ما انا صعيدي زي حالاتك يا استاذ عبد الناصر. دي من دي قال الرب احسنهم دي، مش احنا كده. طيب اكمل لكم باقي اسرار الجلسة. اتفضل. طبعا اللي انا بقوله لك قاله الوزير، فمحدش فاهم حاجة، زي اللي الكاتب يقول لك ايه هو كده. والله العظيم قال لهم ولا اعرف حاجه. سالهم انتوا مش هتجددوا البن شرقي؟ قالوا له والله يا معالي الوزير ما معانا فلوس، احنا عايزين فلوس. طب مش هتجددوا لابو جبل؟ والله ما معانا فلوس. طيب مش هتجددوا مش عارف مين؟ والله بنحاول بس ما معناش فلوس. واخد بالك انت؟ قاعدين يطلبوا من الوزير فلوس، فالوزير وعدهم انه يعني يجتهدوا ويساعدهم في عمل موارد جديده وايجاد اموال باي طريقه. وكلمه يساعدهم انه يا جماعه لو عايزين مني حاجه انا معاكم، عايزين مني تليفون لمعلنين، سبونسرز، الكلام ده كله ما فيش عندنا مشكله. الشركه الراعيه، الشركه الراعيه انها تسدد جزء من نادي الزمالك زي ما حصل الموسم اللي فات مع المستشار عماد عبد العزيز. أنا بتفق معاك في هذا الكلام. كان في ضغط ساعتها من الدكتور أشرف صبحي، لأن نادي الزمالك فعلا كان محتاج فلوس، وكانت الأوضاع المالية صعبة جدا. علشان كده ممكن يحصل نفس الأمر في الوقت اللي إحنا فيه حاليا. نادي الزمالك مطالب ب 16 مليون ب 20 مليون جنيه أصلا في قضية محمد إبراهيم. في الشهر اللي إحنا فيه ده، لأن النادي رفض يرد على اللجنة نهائيا، وعايز الفلوس كلها على بعضها بدون تقسيط، يعني مفيش أي جدول للفلوس زي اللي حصل مع بعض القضايا. فنادي الزمالك محتاج 20 مليون جنيه، ده في الشهر اللي احنا موجودين فيه. ده غير تجديدات اللعيبه. ده غير تجديدات اللعيبه طبعا. انت اللعيبه محتاجين يتجدد معاهم كلهم العناصر الاساسيه، والزمالك موقوف فترتين من القيد. طيب. فاللعيبه دي لو مشيت من نادي الزمالك مش هيلاقي تشكيل يبدا بيه المباريات. طيب، حضرتك طب ردك على الكلام اللي بيقول ان في تواصل اصل مع احمد عبد المقصود المدرب السابق للزمالك، المدرب المساعد السابق يعني، واحمد عبد مقصود بيحسم امره، هل الكلام ده صح؟ انا عايز اقول لحضرتك ان التواصل تم بس عن بعد بين ثلاثه، الاحد الاميرين امير عبد العزيز وامير عزمي مجاهد، والثالث كان هو كابتن عبد الحميد بسيوني. يعني موضوع احمد عبد المقصود ده ما حصلش؟ لا. وايدك في ذلك، وهذا شيء لا يمكن اتصوره، لان عبد المقصود اساء للناس لما مشى، فخبر صحيح ان في تواصل مع عبد المقصود اللي بيروجه عايز يجامل عبد المقصود. صحيح يا فندم، صحيح. بس عشان تبقى فاهم. ماشي، هل لديك اي اخبار اخرى؟
انا لا لا خبر بسيط بس كده عن السوشيال ميديا ده اخر حاجه هختم بيها. انا قلت زي ما قلت لحضرتك كده ان السوشيال ميديا بتاعت الزمالك اللي بيقودها بعض نجوم الفريق السابقين وبعض الاعلاميين وبعض العناصر من الحرس القديم واخده النادي في سكه لازم المجلس القديم يرجع علشان يدعو الانتخابات مبكره او يدعو الانتخابات في الوقت الحالي ان هي مش مبكره يعني. وهقول بالاسم برضه عشان هو الراجل صرح اصلا يعني. انا هقول بالاسم الكابتن زي الكابتن احمد عيد عبد الملك النهارده التويته اللي قالها انه لازم يكون في انتخابات نادي الزمالك الوحيد اللي ما اعلنش عن انتخابات وكل الانديه اعلنت فلازم يكون في يعني هو كل الناس ماشيه في السكه دي. فاحنا بكره ما نتفاجئش لو لقينا ترند واثنين وثلاثه خلال الايام اللي جايه دي كلها تهاجم الوزير وتدعو الانتخابات في نادي الزمالك. انا بقول لحضرتك الهاشتاجات اللي هتحصل بكره وبعده احنا كلنا مع الانتخابات صحيح. انا بقول لحضرتك الهاشتاجات اللي هتحصل بكره وبعد يعني من قبل ما تسيبني لازم اسالك ماذا تم في التحقيق بتاع البيان اللي اللجنه ما تعرفش عنه حاجه لحد الان لسه الامور تحت التحقيق. يعني ما فيش اي جديد النهارده؟ لا هو ما فيش اي جديد بس في حاجه بس بسيطه كده انه هيتم العقاب والاستبعاد. على فكره اللجنه لحد الان ما اعلنتش عشان الحرج بس ما اعلنتش انه فعلا في حد طلع البيان بدون العوده للجنه. فهيتم التحقيق والمعاقبه والعقاب سريا والاستبعاد. ولما يحصل الاستبعاد انا اقول لحضرتك تم استبعاد كذا من احد افراد العناصر المنظومه الاعلاميه في نادي الزمالك. انا وقتها هقول انه في خبر استبعاد. والناس اللي بتقول ان الكابتن محمود الخطيب ليد في عزل مرتضى منصور او تجميده عايز اقول لهم انتوا كذابين. الخطيب اشرف من انه يتدخل في اي امر بعيد عن دي. عشان فندم معلش انا بس النقطه بس تم استبعاد مرتضى منصور الاستاذ مرتضى منصور تم استبعاده لمخالفات ماشي ما مش محتاج ناكدين. انا بس عايز ارد على الزج باسم الخطيب لان في غرف على الكلوب هاوس بتقول لك ايه الخطيب فضيحه مكالمه الخطيب للجنه في مكتب الوزير قبل تجميد مرتضى افاقين وكذابين وضلاليه والخطيب ليس له اي علاقه بهذا الملف ولا يتدخل في اي امور بعيد عن دي. طب هو ما طلعش كلام انه الخطيب تدخل الكابتن محمود الخطيب تدخل في رحيل كارتلون في الولايه الاولى؟ يا عم ده عالم كذاب. هو نفس الكلام ونفس الاشخاص اللي بتردد الكلام ده اللي هم عايشين دايما في نظريه مؤامره. بدل ما نبص على العيب اللي موجود في النادي ونحاول نصلحه احنا بنبص على حاجات تانية خالص بعيده عن الخيال انها تحصل اصلا. واحد بعت لي حاجه لكني من الضحك يا علي والله العظيم. اتفضل. انا عايز اضحك. بيقول لك بليه الدلدول. لا والله العظيم دي جامده دي هبد جدا دي هبد دي بص دي الهبه الكبيره بقى جت في ميعادها. لا بليه الدلدول عندما يكون شارب له سجارتين او واخد حاجه هبو اسمع بس بيقول لك ايه بليه الدلدول لو كره ديانج الاولى اتصدت وكره شريف خبطت في ابو جبل والحكم ما حسبش ضربتين الجزاء اللي مشكوك فيهم كان زمان النتيجه 3-1 للزمالك. ده فاكر لعبه ملو؟ لا ده رايحه رسمي يا جماعه. طب ما اقول لك على حاجه كان كمل وقال لك لو الاهلي ما جاش الاستاد كنا كسبنا بالانسحاب. ما هي لعبه ماذا لو؟ لا مش معقول هو وشغال يهبد. بيقول لك هو في قانون يسمح بدخول اللعيبه قبل تسديد ركله الجزاء. رد عليه الكابتن هشام حنفي يعني هو في قانون يسمح برمي الكوره في الملعب عشان يفسد هجمه ويعطل اللعب. حلوه يا اتش. والله العظيم هيكون في قرار من اتحاد الكوره بخصوص الكوره دي على فكره. ما خلاص قررت انا بنفرج بيه 50,000 جنيه. انا بقول لك اهو على الهوا 50,000 جنيه وعندك 20 من كاردرون والزمالك عالم حضور المؤتمر الصحفي والزمالك ما لاقيش يجيب سندوتشات يفطر والنا يعني حاجة غريبة. 50,000 جنيه للبين اللي رمى الكورة على النادي والبين اللي ما حضرش 20,000. يا فندم ما فيش أقصى درجات إهدار المال العام لما موسم 2018 2019 إن الزمالك فضل الموسم كله ما يحضرش المؤتمر الصحفي. يعني الزمالك دلوقتي بيدفع غرامات لاتحاد الكورة ليه من ضمنها دي؟ من ضمنها موسم كامل الاستاذ مرتضى منصور كان مانع المدرب انه يحضر المؤتمر الصحفي. يا حبيبي موسم كامل القرارات السنه دي من لجنه الانديه.
ما هو الزمالك مديون لاتحاد الكوره وفضل بيجادل المبلغ حاليا. انا بقول لحضرتك من ضمن الغرامات دي انه الزمالك فضل موسم كامل ما يروحش المؤتمر الصحفي، المدرب بتاعه يروح المؤتمر الصحفي. طيب فتخيل بقى كل ماتش ب 20,000 جنيه خلال موسم كامل. طيب عمرو ابو العز المدير الاداري للزمالك بيقول لك لم نتلقى اي خطاب من رابطه الانديه او اتحاد الكره بخصوص شيكابالا حتى الان. الزمالك ارسل من قبل لقاء القمه بيومين ولم ياتينا رد ولا هيجي لك رد. احنا انفردنا وقلنا قعده عرب، وقعده العرب تم الاتفاق فيها بعد مباراه الاسماعيلي هيرجع. مظبوط. فيا عمرو يا ابو العز اهدى، لان اللي بيحصل ما تقدرش عليه ولا حد يقدر يقوله. قول يا رب. انا نفسي في مواقف بعترف ان انا ما اقدرش اقولها. فمين اللي دعا لقعده العرب ومين اللي قعد مجاهد قعده العرب؟ ربك في ملكوته هو اللي عارف، ومش عايز اقول تفاصيل. لكن اهدى يا عم عمرو، اهدى. بخصوص شيكابالا برضه، اخر حاجه انا كنت عايز اختم بيها، يعني ان شيكابالا اتكلم مع حمزه المسوسي، مع محمود علاء، مع محمود حمد الونش، مع محمد ابو جبل، وطلبهم يعني انه بنسيان ما حدث، وانه يركزوا من الاول وجديد. ده من ضمن الاخبار، يعني دي مكالمات عملها شيكابالا النهارده مع اللعيبه دي، خصوصا ان هم اللي كانوا السبب الاكبر في خزينه الزمالك في الماتش اللي فات. ده بخصوص شيكابالا. عوده شيكابالا زي ما احنا اتفقنا، واحنا ولسه عند 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 انفرادنا، يعني انها هتكون بعد ماتش الاسماعيلي، وهيتم تخفيض العقوبه من 250 الف جنيه ل 100 الف جنيه. مش مشكله، العقوبه سهله، اهم حاجه هيرجع بعد الاربع مباريات، وفي اللي هيدفع الفلوس. انا عم ما اتكلمت في موضوع الفلوس، خفض وما خفضوش في اللي هيدفعها. طيب اداره الزمالك بتفكر في تغيير مدرب السله بسبب خلافاته مع اللاعبين، صحه هذا الموضوع؟ صحيح، لانه مدرب السله اصلا يعني ما قدمش المطلوب منه من ساعه ما جه نادي الزمالك. دي حاجة اتخانق مع اكتر من لعيبة، وكان كان كان من ضمنها الخناقة اللي حصلت قبل ما يلعبوا بالناشئين قدام نادي الاتحاد. من كباتن الفريق، يعني كانت في خناقة جامدة بينه وبين كباتن الفريق. وبيقول لك حتى النهاردة جمهور الاهلي وهو بيحفل جابوا لقاءات لجمهور الزمالك وهو بيقول 5-5-5، وعاملين كوميكس جميل من فيلم طلبتها ونلتها. من فيلم صور الصين العظيم، قال له الرصاصه ردت وجت في صدره. النبي لو سمح حالكم. أنا يا جماعة أول مرة أشوف جمهور الفريق المنافس ينادي 5 والفريق المنافس الأهلي يلبي طلبهم. أنا أول مرة أشوف دي في الكورة صراحة. يا رب أكون فهمت صح. أول مرة أشوف فريق المنافس يقول 5 والفريق الضيف يقول له من عينيا. لا أنا أقول لحضرتك قصة موضوع الخمسة دوت لما نزل بيتش موسيماني. يقول لي لحسن، أنا شكلي غبي. أنا اللي طيب فهمته إن جمهور الزمالك بيطلب من الأهلي يخلب الزمالك 5، فالأهلي عشان كريم نفذ طلبات جمهور الزمالك. طيب انا اقول لحضرتك اللي حصل بالتفصيل، زي ما انا قلت لحضرتك ساعه او وقت تغطيه الماتش، ان لما نزل بيتش موسيماني. قبل ما تقول لي بالتفصيل اهو يا جماعه، قبل الماتش واحد بيهتف بيقول 5 والمنافس يفوز 5، تفسيرك ايه؟ اوعى تقول لي طيب. داونز تجي احلام لناس والاهلي نفذها اهو. طيب اقول طيب اللي حصل يا فندم، زي ما قلت لك لما بوتشي موسيماني نزل ارض المباراه راح ناحيه جماهير الاهلي ففضلوا يحيوه بيتسو تمام. جماهير الزمالك ردت عليهم ان هو ده اللي غلبكم 5، ففضلوا يقولوا 5-5-5 وحصل اللي حصل. انا بصراحه ما فهمتهاش كده. انا يعني انت مثلا، انت في كره بلدنا، في منظومه كره بلدنا، جيت اول الشهر قبضوك، فانت قاعد تقول لي 5 عايز 5000، فانا رحت نفذت لك احلامك واديتك 5000. فالجمهور كان يتمنى والاهلي لبى الطلب. تمام
معلش معلش، ما حدش اوعى ايه حد الماتش الجاي يهتف ستة، أرجوكم يا نهار ابيض. أرجوكم، كفاية بيني الدلدول واللي عامله. شكرا يا أستاذ علي. العفو يا فندم، تحياتي لك. شكرا، معلومات سرية بشكر عليها الأستاذ علي شحاتة، ومجهود يعني يحسب عليه، يحسب له.